ان شاء الله تعمل كل حاجه حلوه لمصر. مصر امانه في رقبتك وحمل كبير، بس انت قد وقدود اكيد كل القوات المسلحه والكل شعب مصر والرئيس الجمهوريه، وربنا يحفظك ويحميك وتعمل لنا حاجات حلوه ان شاء الله. سمية انت خدتي ولا لسه؟ خدت، بس لجنتي كانت هنا في الشارع اللي ورا مامتي، هنا في الوافدين، عشان احنا هي اسكندريه بتاعتها، فانا جبتها هنا ومستنياها. طيب النهارده هتقولي ايه اللي شايفه؟ الاقبال ازاي والتامين والعمليه؟ ان شاء الله كله زي الفل والله، والقوات المسلحه والشرطه عاملين شغل حلو قوي، وشايفه الستات يجننوا بجد ما شاء الله. انا جسمي اشهر، شفت واحده ماشيه شابه صغيره ماسكه علم مصر ورافعه ايدها لفوق، مش خايفه، مش همها حاجه. افضل حاجه عجبتك جوه ايه يا سميه؟ في نظام طبعا وفي هدوء، وطبعا الستات الكبار ليهم الاولويه. انا سعيده قوي بجد، ستات مصر اثبتوا ان هم بمليون راجل. ستات كبار حرام مش قادرين يمشوا، والله يديهم الصحه والعافيه يا رب ويخليهم لينا، لان هم البركه. ماشيين مش قادرين يمشوا ونازلين وبيحطوا صوتهم عشان بيحبوا مصر قوي. سمية الخشاب، كلمه للرئيس القادم. احنا بنحبك قوي وثقتنا فيك كبيره جدا، ومصر في امانه في رقبتك، وربنا يقويك ويديك الصحه والعافيه ويرزقك بناس كويسين حواليك يحبوك ويحبوا بلدهم ويعملوا كل حاجه حلوه لينا، عشان احنا بجد محتاجين نبقى فوق الدنيا كلها. ايه اول قرار تتمنى ان ياخده الرئيس اللي جاي ان شاء الله؟ الفقراء الفقراء الفقراء، نحط تحتها مليون خط، ان لازم نساعدهم، لازم يعيشوا حياه كريمه، والعشوائيات بقى نشوف لها حل وتنتهي. شايفه اللي هو يتعامل ازاي مع جماعه الاخوان بعد ما يبقى الرئيس؟ مش لازم يكون في رحمه باي حد هيأثر على امان مصر، باي حد هيروع المواطن، باي حد مش هيحترم بلده، باي حد مش هيحترم حريه المواطن. ما ينفعش فيها هزار، لازم قرارات رادعه وحاسمه.